بصي، هرجع معاكي بقى الاول نتعرف عليكي اكتر برضو، ونعرف انت ازاي اصلا دخلتي مجال التمثيل، وهل يعني دراستك كانت ليها علاقة بالتمثيل ولا انا اصلا خريجه كليه حقوق، فهي ملهاش علاقه تماما اصلا؟ بالفن اصلا، اوكي. بس انا كنت بحب كل حاجه ليها علاقه بالفن، رقص، غنى، مزيكا، رسم، كل حاجه، فنانة شاملة. يعني اي حاجه هتخليني ابقى مبسوطه ليها علاقه بالفن وكده انا كنت بحبها قوي. اوكي. فالموضوع بدا انه عادي، يعني انا كنت بتفرج زي اي حد وكده، بس اتغرمت قوي بفكره ان انا بدخل يعني افتح تلفزيون كده، ادخل عالم بقى في الله. ممثلين وبياخدني كده شويه، فده الموضوع كان بسطني ومريحني. بعدين بدا يبتدي معايا ان انا لا انا عايزه ابقى جزء منهم، طب اعمل ايه؟ فبدات بقى از ميك اب ارتست، كنت بعمل سبيشال افكت وبيوتي ميك اب. بعدين قلت لا انا عايزه ابقى فاهمه اكتر، عايزه اطلع اعلي اكتر على نفسي. ايوه. درست كتابة برضو، تأليف، وعملت درستيها؟ وعملت شورت موفي وعملت مسلسل. اي نعم ما قدمتهمش، بس انا رضيت غروري اني فهمت السيناريو بيحصل فيه ايه. بعدين بقى بدأت خطوة التمثيل، اللي هو خلاص بقى يعني يلا بينا بقى هنعمل ايه، انا عماله الف حوالين الموضوع بقالي كتير، هدخل بقى وخلاص. طب ازاي برضو؟ لانها خطوة خلي بالك مش سهلة خالص، صعبة، وفي ناس بتقعد سنين من حياتها بتحاول وبتدق كل الابواب، وفي ناس بتتشير اصلا في سن 50 سنة وستين سنة. فانت حقيقي. ازاي اصلا دخلتي مجال التمثيل؟ انا لما دخلته عن طريق شغلانات تانية غير التمثيل، لانه في الاول برضو ما كانش هدفي ان انا امثل، عشان ده كان صعب شويه، عادات وتقاليد واهلي مش مالهمش في الفن خالص وكده، ده كان صعب. بس انا لما قابلت نجوم في الواقع بقى، لما حققت حلمي الصغير ان انا عايزه اشتغل في لوكيشن واشوف ورا الكواليس بيحصل ايه، واستاذ كريم عبد العزيز انا برضو قابلته في اللوكيشن، وكان ليا يعني كان ليا معاه تجربه مع استاذه مي عز الدين، مع استاذ ياسر جلال، فالناس دي عملت فيها حاجات حلوه قوي وخلتني احب الموضوع، فتعلمت منهم تمثيل كتير جدا. كنت بفضل مثلا انه انا شغاله في اللوكيشن، بس انا بركز ومش فاهمه بركز ليه، ومبسوطه ان انا بتعلم، بس بتعلم ليه برده مش عارفه. فلما جات لي الفرصه انه مثلا تيجي تعملي مشهد، طب يلا ماشي انا موافقه. اوكي. فجت طب كده، حلو. فبدأ كان من انهي يعني الفرصه الاولانيه كانت الدخله من خلال ايه؟ اقول لك حاجه غريبه شويه، انا كنت شغاله في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين مع استاذ كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني. فبعدين استاذ احمد الجندي يعني جه عمل حاجه غريبه قوي، قال انا عاوز البنوته اللي بتعمل ميك اب تيجي تقف قدام استاذ كريم وتعمل نفس الحاجات وكل حاجه في مشهد. فده كان بالنسبه لي بقى ان انا اشوف 600 واحد وانا واقفه قدام الكاميرا مع استاذ كريم، ده غريب. اوكي. فهو الموضوع بدا من هنا، انه اتجرأت قوي وانا واقفه مع استاذ كريم، وهو اللي بيقول لي يلا يا حبيبتي وعادي وزي كاننا في الحقيقه وطبيعي وكده. هو جميل قوي، جدا. انا بحسه انسان محترم ومهذب وروحه حلوه. انت قلتي حاجه في اول برنامج اللي هي مبهجه وبتضحك، انا دي اخدتها منه، ان هو كان برضو بيدخل اللوكيشن بجد ما فيش حد ما بيهزرش معايا، ما فيش حد ما بيضحكش في وشه، هو كده، ملناش دعوه بقى هو موده ايه في الحقيقه، هو كده في التصوير. فدي بروفيشنال قوي، فدي حاجه لذيذه، انا اخدتها منه بصراحه. بس فدي كانت كسرة الحاجز الاولانيه، ان انت مع كريم عبد العزيز طبعا، وتعاملتي اكنك ميك اب، يعني ميك اب ارتست في المشهد. انا اللي هو مش مذهوله قوي، اللي هو ماشي انا ورا الكاميرا هعمل لحضرتك كل الشغل تمام، بس قدام الكاميرا ده مش هعرف استغل، انا نسيت كانوا بيحطوا ازاي. واستاذ احمد الجندي كان بيتعامل عادي جدا، اللي هو عادي دي الموضوع طبيعي بالنسبه له، بالنسبه لي انا هو فتح لي حلم كبير قوي. بس فدي ومن ساعه انت بتشوفي ده وش السعد، من ساعته مثلا او من ساعه المشهد ده في حاجات تانية سكك اتفتحت لك تانية؟ طبعا، عشان انا يعني انا كان نفسي قوي ان انا يبقى ليا حاجه في الشغلانه عموما، مش بس تمثيل، كل حاجه، بس فكره التمثيل دي كانت اصعب خطوه. لما هم عملوا معايا كده وكمان كانت الروح حلوه في اللوكيشن، قلت طيب هو ليه ما اتعلمش اكتر، ليه ما حاولش اكتر بالزبط. ولو جات لي فرصه اقبلها واشوف هيحصل ايه. يعني برضو انا من النوع اللي مش عايزه، انا مش دايما بقول ما بحبش الشهره،
وما كنتش عايزة الشهرة، بس اللي هيبقى ممثل لازم يبقى مشهور. ده كده كده. بس اللي حببني فعلا هي الكواليس اللي الناس مش بتشوفها. بس انتي بتقولي ما يعني حتة ما بحبش الشهرة او بس انتي ما شاء الله على الانستجرام انتي عندك فوق يعني تقريبا سكة 100,000 فولور، كل ده ومش بتحبي الشهرة ازاي؟ طيب ما هقولك ليه، ما عشان از اكترس يبقى شهرة. انت عشان الناس تعرفك وعشان تشتغلي وعشان تبتدي تاخدي خطوات وتبتدي تاخدي ادوار كويسه، لازم الناس هي اللي تقول انه احنا عايزين البنوته دي عشان احنا شفناها بتعمل الدور كويس، او والله وشها عاجبني، او ممكن تلاقي انتقادات. هو انت خلاص انت بقيتي ماده للجمهور، ان هم اللي بيقيموكي وهم بيقولوا اذا كنت اصلا تبقي موجوده او لا. فلازم تبقي موجوده قدامهم عشان يبتدوا يقيموا. فهي دي الشهره. أوكي. بس انا بالنسبه لي هو في متعه كبيره قوي هو الجمهور ما بيشوفهاش ورا الكاميرا بقى، الكواليس. ودي حاجه طبعا بحسه بحر واسع جدا. لو انت على فكره انا كمان بشوف لو انت في الكواليس مرتاحه ده بيطلع قدام الكاميرا. وكان اصعب كواليس بالنسبه لي في حضره العمد، كانت صعبه جدا. من ناحيه جداً. ايه بقى؟ من اول يوم، من اول وقت اخدت فيه الورق، هي كانت مسؤوليه كبيره قوي، وكانت الشخصيه المشاعر بتاعتها كلها سلبيه وكلها ظلم وعياط وقهر. فده كان اصعب كواليس، لانه يعني تقريبا كنا كلنا شغالين على الدور، استاذ عادل اديب والاكتنج كوتش استاذ احمد مبارك وانا، وكان معانا دكتور جهان النصر كمان شغاله معايا صوت. كلنا كنا شغالين على انه ازاي سلمى تطلع مقهوره حتى في صوتها، في طريقتها، في كل حاجه، حتى في البوكلز والحاجات دي كل كلها حاجة. لازم الكسره دي، انت في الحقيقه مش مكسوره، انت في الدور مكسوره. فكان كله بقى مشاعر داون جدا. فدي كانت